ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع المسابقة الأولى من أقوام في مصر. ما بفهمكش، جاهزين ومستعدين؟ مستعدين. الفنانة سهير رمزي مستعدة؟ ماما كروكي؟ ماما كريم كاربو؟ جاهزين كلهم. أوكي، مع المسابقة الأولى ما بفهمكش أقوام في مصر. سؤالي الأول يا بنات، المطرب تامر عاشور لما بينزل ألبوم بيقلب السوشيال ميديا بأغانيه، اللي بترقص ولا الرومانسية الحزينة ولا الرومانسية السعيدة؟ 10 ثواني. ما نغشش يا بنات وما نبصش في تبات بعض، والجمهور لو حد حاول يغشش أي حد من المتسابقين أنا صحيله. ماما أمل، اخترتي إيه؟ اللي بترقص. اللي بترقص. أصل أحب الرقص قوي. ماما عبير؟ اللي بترقص. ماما ما؟ رومانسية سعيدة. رومانسية سعيدة، ما شاء الله جاوبت كل الإجابات إلا الإجابة الصحيحة. لا، هي الرومانسية الحزينة. تامر عاشور دايماً مشهور بأغاني الوجع والفراق والحاجات دي. تمام. السؤال التاني، لما بنكون بنتكلم في الموبايل ويجي لنا مكالمة تانية وعايزين نرد، بنعمل إيه مع المكالمة اللي معانا؟ ويت، ميوت، هولد، ومحدش يبص على الجمهور. ماما أمل؟ ويت. ويت. ماما عبير؟ هولد. ماما مها؟ هولد. هي بتبقى ويتنج، بس احنا بنعمل المكالمة الأولانية أو المكالمة اللي معانا هولد. نحيي ماما عبير وماما مها. كده يبقى الكروكي وكريم كاربو فازوا على مدام سهير رمز. السؤال الثالث، حطيني بي سي سي في الإيميل اللي هتبعته، ده معناه ايه؟ اكتب اسمي في اول الايميل، خليني في الميل من غير ما حد يعرف، وجه لي الكلام في الميل. ماما امل، وجه لي الكلام. وجه لي الكلام في الميل. ماما عبير، وجه لي الكلام في الميل. قوم اقف وانت بتكلمني. ماما مها، لا خليني في الميل من غير ما حد يعرف. شكلك مقطع الايميلات. انا اساسي ما بعملش حاجه غير ميل. عشان كده اجابه صحيحه. برافو ماما مها. السؤال الرابع، من هو المطرب اللي استاذن قبل ما يقول ان قلبه شايل مننا؟ سعد الصغير، احمد شيبة، عبد الباسط حموده. اسمحوا لي اقول لكم، انا قلبي شايل عباسط منكم. عباسط يا طارق. خلاص ماما امل. عبد الباسط. عبد الباسط. ربنا يديم عليك الضحكه يا رب، والله ضحكتك زي السكر. ربنا يكرمك. ماما عبير. احمد شيبة. احمد شيبة. ماما مها. وانا كمان احمد. المره دي مدام سهير رمزي انتصرت عليكم. عبد الباسط حموده. السؤال الخامس، الخاصية اللي بنتحكم منها في إضاءة الموبايل، جلو، لايت، برايتنس. ماما أمل، لايت. ماما عبير، برايتنس. ماما مها، برايتنس. الإجابة الصحيحة برايتنس. السؤال السادس، من هو ثعلب الكرة المصرية؟ حمادة إمام، محمد صلاح، حازم إمام. وعشان أسهلها عليكم، وحد من الجيل القديم. يلا مساعدكم انتوا الثلاثة.
مين ادم حد فيهم؟ حماده. اوكي. ماما امل؟ حماده. حماده ده حماده ابن اختي. لا حماده حماده امام يعني. اوكي. ماما عبير؟ حازم امام. حازم امام. ماما ما؟ حماده امام. مش ده الاب؟ اه ده الاب. ده الاب ولادي. اجابه صحيحه حماده امام. انا قلت ادم واحد. السؤال السابع. بصوا بقى السؤال ده كروكي وكريم كاربو لازم يجاوبوا عليه. ليه؟ عشان ده بقى بتاع ايه، حاجه في منتهى التجمع الخامس كده. اه اوكي. سؤال او كده. ما هو الكافتان؟ كافتان اكله تركي، مسلسل هندي، ملابس رمضانيه. ماما أمل؟ ملابس رمضانية. ماما عبير؟ ملابس رمضانية. وأنا مش عارفة أنت كاتب إيه أساساً. سوري. ماما مها؟ كتبت مسلسل، ما أعرفش ده إيه، مش عارفة أقرأ. مسلسل هندي. ما أنا قلت أكلة تركي ولا مسلسل هندي ولا ملابس رمضانية. لا أنا بتكلم الكفتان، هو المفروض القفطان. 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 بس سبحان الله بقى الكفتان. عندك بقى هنا بس يعني. فالإجابة الصحيحة ملابس رمضانية. نحيي ماما أمل وماما عبير. السؤال الثامن. من هو المطرب الرئيسي في فرقة مسار إجباري؟ هاني الدقاق، هاني سليمان، هاني سلام. ماما أمل؟ هاني الدقاق. عارفاه ولا جاوبتيها بالحظ؟ لا عارفاه. عارفاه. تسمعي مسار إجباري؟ ذوقك حلو والله. ماما عبير؟ هاني سليمان. هاني سليمان. ماما مها؟ هاني سليمان. جاوبته بالحظ ولا عارفينه؟ لا مش عارفينه. لا بالحظ بصراحة. أكيد مش عارفينه. إجابة صحيحة هاني الدقاق. نحيي ماما أمل. جاية مذاكرة ما شاء الله. خالص خالص والله. السؤال التاسع. البوس البوس، الحضن الحضن، الشوق الشوق. قصيدة شهيرة من تأليف عوكل، الليمبي، بوحة. ماما أمل جاوبتي إيه؟ الليمبي. الليمبي أنا واثقة فيه. قريبي. ماما عبير؟ الليمبي. الليمبي. ماما مها؟ عوكل. لا مش عوكل، هو الليمبي. ما شاء الله مذاكرة مذاكرة. هو أكبر. افضل قر أنت كده. أنت قلتي إيه؟ الله أكبر. بص عليك يا ماما أنا قر عليا، عمال تقر عليا ومذاكرة، كل شوية مذاكرة مذاكرة. ده أنا فرحان بيكي، حاجة تشرف. وأنا فرحانة إني شفتك والله يا حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي، تسلمي لي. تسلمي يا حبيبي. السؤال العاشر. لما بنحب نحتفظ برسالة على واتساب، بنعمل إيه؟ ستار، فورورد، سيف. ماما أمل؟ سيف. عشان نحتفظ يبقى سيف. أمال إيه؟ تقليديين قوي. ماما عبير؟ سيف. ماما مها؟ ستار. يا قروبة، إجابة صحيحة ستار. حسدتي يا حبيبتي، مين حسد؟ أنت. طيب، إحنا خلصنا المسابقة، قلنا العشر أسئلة، كنتوا شطورين، جمعتوا درجات مش بطالة. ماما أمل 25 نقطة. ماما عبير الشهيرة بالكروكي 20 نقطة. ماما مها الشهيرة بكريم كاربو 25 نقطة. خلصنا المسابقة الأولى.